بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى فقرة جديدة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب Bien lire et comprendre. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذه الصفحات، كما نلاحظ كنا قد رأينا فيما سبق لا لا تخبي لا لا تخبي رأينا فيما سبق لا لا تخبي ثم رأينا هذه الصور كما نلاحظ. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى في هذه الفقرة سنرى لا لا تخصي، نتكلم هنا عن لا لا تخصي. طبعا يجب التفريق بين لا لا تخصي اللي تنشوفه هنا، وكما غنعرفوا بأن هاد لا لا تخصي ممكن أنها تنطق ك ك تنطق كالكاف. يجب التفريق بين هاد لا لا تخصي وبين لا لا تخ اس. لا لا تخ اس طبعا لا لا تخ اس تنطق كالسين في اللغة العربية، كحرف السين في اللغة العربية، وأحيانا تنطق كحرف زاد، وأحيانا تنطق كحرف زاد. طبعا ملي تجي بين، ملي تكون عندنا اس وحدة بين دو فويال، بين صوتيين، عندما تكون عندنا اس واحدة موجودة بين دو فويال، إذا ملي تكون عندنا اس موجودة بين صوتيين فهاد الحالة تنطق كزاد. طبعا فيما سبق رأينا بعض الأمثلة، وإن شاء الله في الفقرة القادمة سنرى أمثلة أخرى لهذا الأمر. الذي يهمنا هنا لا لا تخصي، كما تنشوفوا هنا عندنا غوني غوني فوالا سي غوني كاسكي الفي إل كول إل كول. طبعا هاد كول تأتي من لوفاب كولي، سيرفان كولي هذا فعل لصاقة أو ألصاقة. كما نرويو ici غوني كول كول دي تيمبر، غوني كول دي تيمبر. إذن كما تلاحظوا بأن غوني يلصق طوابع، كما تلاحظوا بأن غوني يلصق طوابع طوابع بريدية. إذن غوني كول تنتكلم هنا، نتكلم هنا عن لو فيرب كولي، اون بارلي سي بيان سور دو فيرب كولي، هي نتكلم عن لو فيرب كولي. كما نرويو لو مو كول كومبخون لا لاتر سي. إذن كما تنشوفو هنا بأن هاد لا لاتر سي اللي عند هاد الكتابة طبعا، وهاد الكتابة طبعا في الكتابة اليدوية، طبعا هاد السي تنطق هنا ك ك. إذن نقول هنا كول، ولا نقول صول بل نقول كول، غوني كول. ومنها ومن كلمة لا كول، ومن كلمة لا كول، ومن كلمة لا كول لا كول. كما تنقولو حنا بالدارجة الكولا الكولا يعني الساق. إذا كما تلاحظو هنا غوني كول دي تيمبر، غوني كول دي تيمبر. إذا غوني يلصق طوابع بريدية، الحالات اللي تتنطق فيها هاد السي كا كا هي كما عندنا هنا سي إي تنطق كي، سي إي تنطق كي، سي إي دون لو سون كي، سي أو دون لو سون كو، سي أو سي أو دون لو سون كو، سي أ دون لو سون كا، سي أ دون لو سون كا. إذن كما تلاحظوا بأن السي كما عندنا في هذه الحالات تنطق كا كا. إذن طبعا هذا سي لا لاتر كا، إيسي أون لا لاتر كا. كوم إكزومبل كوم إكزومبل ميكي ميكي ميكي. طبعا هاد كا في كل الحالات في كل الحالات أنها تنطق كالكاف، أحيانا ومقارنة باللغة العربية نشبهها بالقاف. عموما
عندنا هنا لا لاتر سي تنطق في هذه الحالات كا كا. مثلا كما قلنا هنا ميكي ميكي لو مو ميكي كومبرون لا لاتر كا كا اي كي سو برونونس كي كا ا كي سو برونونس كا كا او سو برونونس كو كا e accent aigu se prononce k k e r bon le son ker ker et donc comme vous le voyez là nous avons had k a تنطق k و عندنا c a تنطق k عندنا k o تنطق k و عندنا c o تنطق k عندنا نفس النطق ثم عندنا René n'a pas de camarade. René n'a pas de camarade. بنفس الطريقة كما قلنا فيما سبق، إذا حذفنا ما مع با، غتولي عندنا روني أ دي كاماراد. روني أ دي كاماراد. يعني أن روني عنده رفقاء. عنده رفقاء أو رفاق. هنا عندنا روني n'a pas de camarade. روني ليس له رفاق، إذا روني ما عندوش صحابه بمعنى آخر، ليس له أصدقاء. ثم il call des timbres، il call des timbres، إذا هو يلصق طوابع. كما تلاحظون بأن CA CA تنطق كا، CA دون لو سون كا، MA سو برونونس ما. R A donne le son RA. Et enfin, on a D. D. Et donc, tout le temps, hakada. Camarade. 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 René n'a pas de camarade. René, c'est la rofaqa. Il call. Qui met l'ardo adna, c'est autontak. Ko. C'est autontak. Ko. C'est au se prononce. Ko. CO se prononce co. Co. Et enfin, le. Co, le. Col. Il colle. Et de nouveau, il sec. D. Taban DOS, ton tac, D. Adar, aïna, fama sabak. Des timbres. Il colle des timbres. Des timbres. Et de nouveau, il sec. Tawabi. بعدها عندنا هاد الأحرف كما نلاحظ مع مجموعة صوتيات نبخلو ب أ كي دون لو سون ب تي أ تي أ ت ب أ د ك أ ك ثم ب إي بي تي إي تي تي إي تي ب إي دي K I K B I B T I T T I T B I D D K I K B O B T O T T D O D K O K B A B A با ت ا ط ط د ا د ك ا ك ا ك ب ا ر ب ا ر ب ا ر ب ر ت ا ر تر ت ا ر تر. مثلا كلمة تر تر يعني نتكلم عن أرض. ثم د ا ر دير ك ا ر كير كير ب ا ر بار ب ا ر بار ت ا ر طار ت ا ر طار د ا ر دار ك ا ر كار ب ا ر دور T U R tur B U R dur
K. K, U, R, K, U, R, cure. K, U, R, cure. C, طبعا مع E. علاش ما درناش هنا؟ علاش ما وضعناش C مع E, C مع I؟ علاش ما وضعناش C مع ER؟ خلينا C مع I, مع O, مع A, مع AR, مع ER. مع ER في الحالة اللي ما خديناهمش هنا، طبعا سي تتنطق بحال اس. الا خدينا مثلا سي مع او تنطق سو، والا خدينا سي مع اي تنطق سي. طبعا الا خدينا سي مع او ار نفس الشيء، سي متبوعة ب او تنطق سو، اكيد هنا ستنطق سير، ستنطق سير او تنطق سي في حالة إلا كان عندنا فعل. مثلا نتكلم مثلا عن لو فيرب كومونسي، نتحدث أحيانا عن لو فيرب كومونسي، فعل بدأ. طبعا كومونسي أنه تنتهي بسي أو إر، تنتهي بسي أو إر، إذا طبعا ننطقه كومونسي، إذا ننطق هاد سي. في حالة إلا كانت عندنا سي أو إر في وسط الكلمة أو في بدايتها، إذا سننطقه سير، سننطقها سير. قبل الانتقال إلى هذه الكلمات، أحب أن أذكر هنا بأن كلمة تامبر نقرأها تامبر ولا نقرأها تيمبر. لماذا؟ لأن إي أم أو إي أم تتعطي هاد أ، هذا غنشوفوها من بعد. إي أم أو إي أم تتعطي هاد أ، مثلا كلمة لولاب يعني أرنب. نفس الشيء هنا، إذا نقرأ هنا تامبر، تامبر، إذا نقرأ هنا تامبر. إذا عندنا هاد إي إم أن تتعطي هاد الصوت ديال أ، أ، إذا نقول تا، تا، تامبر، تامبر. ثم نستأنف مع هذه الكلمات، عندنا لو كافي، لو كافي، إذا نتكلم عن قهوة. لو كافي، إذا نتكلم عن القهوة. لو كا، كا كما تنشوفوا عندنا السي أ تنطق كا، ثم في، في، إف أو أكسون إيغي تنطق في. ثم عندنا لا كوبي، لا كوبي، إذا نتكلم عن نسخة. ومن كلمة، ومن فعل كوبي، كوبي أنك تنسخ. نتكلم إحنا عن لو فيرب كوبيي، نتكلم عن فعل نسخة كوبيي. إذا عندنا هنا لا كوبي النسخة. ثم عندنا ليكول، ليكول، إذا دائما عندنا سي أو تنطق كو، ثم عندنا سي أو تنطق كو، ليكول المدرسة، ليكول. ثم عندنا لا كيلوت، لا كيلوت، إذا عندنا سي أو تنطق، سي أو تنطق كي، سي أو تنطق كي، إذا طبعا نقول هنا لا كي لوت، لا كي لوت. إذا نتكلم عن نوع من اللباس يسمى لا كي لوت. ثم عندنا سي أو تنطق كا كما رأينا فيما سبق. إذا عندنا هنا أن كار، أن كار، طبعا إير هنا تنطق. إيغ هنا، إيغ هنا تنطق. أن كار، نتكلم عن فوالا سيت أن كار، فوالا سيت أن كار. إذا نتكلم عن نوع من وسائل النقل. إذا عندنا أن كار، ثم أون كارت، نتكلم عن بطاقة. أون كارت، نفس الشيء، عندنا سي أ تنطق كا، كار، 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 كما عندنا هنا. فقط أضفنا لها، أضفنا لها تي أو، كار، كار، كارت، كارت. أن كار، أن كار، سيارة. أون كارت، نتكلم عن بطاقة. ثم لا كورد، لا كورد، لا كورد، كورد، كور، كور، كورد، لا كورد. الحبل يسمى
لا كورد، وفي النهاية عندنا ان كيلو، ان كيلو. إذا نتكلم عن ان كيلو، فوالا سي ان كيلو، نتكلم عن وحدة الكتلة تسمى ان كيلو. إذا نتكلم عن واحد كيلوغرام. وفي آخر الصفحة كما نلاحظ عندنا سي، سي او طبعا تنطق كو، إذا نتكلم هنا على لاتر سي، سي لا لاتر سي، ثم عندنا سي او تنطق كو، ثم سي ا تنطق كا، سي اي تنطق كي، ثم عندنا كوكوريكو، ثم عندنا لوكار، لوكار، ثم لا كوبي، لا كوبي، ثم اونفاونا لا كيلوت. إذا نستأنف الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.